مع الأسف الشديد كنا نمني النفس كمعارضة ديال المزيجيات ديال المواد النون أنه تكون بداية النصف الثاني من الولاية يكون واحد نفس جديد في الاشتغال، لكن مع الأسف الشديد فإلا كانت كان المغرب ينخرط بشكل جدي الجهوية المتقدمة، كان بعض الجهات وصلت إلى مستوى لا بأس به، لم أكن متميز في التدبير، فمع الأسف الشديد هنا في جهة قلمي مواد نون بكل صراحة وبكل صدق فالرئيسة التدبير ديالها هو نوع من الجهوية المتأخرة، تكرس الجهوية المتأخرة بالتدبير ديالها وتيظهر أكثر في ثنايا الميزانية كما شفتوا اليوم، ميزانية خاصة في ميزانية السير نفس الأسلوب المستعمل منذ بداية الولاية، النفخ في 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 الميزانية تشوفوا أرقام خيالية مع الأسف الشديد. يعني صراحة كنت أتمنى أيضا أن المجلس بجميع مكوناته أنه يكون واحد المنقذ ويبدل الحال ديال هذه الميزانية، مع الأسف الشديد أكيد بتعليمات أكيد بتوجيهات من الرئاسة ومن الأغلبية تشوفوا بأن المجلس لا يحرك ساكنه. وأنا أقول فإن كنت كمعارضة ننتقد الرئيسة وننتقد الوالي على سوء التدبير ديال المجلس، فيجب كذلك أننا اليوم نكون صراحة أكثر ونقول أن المجلس بجميع مكوناته يتحمل المسؤولية فيما وصلت إليه تدبير هذا المجلس، لأنه كما شفتوا دابا شوفوا غير النقاش ديال الميزانية كيفاش داير، شكون اللي تيناقش، شكون اللي تيهضر، تهضر المعارضة، وباقي مكونات المجلس علاش ما تتكلم، علاش لا تناقش، وحتى نشوفوا بأنه أرقام خيالية تتمشي في الهضر ديال المال العام، بالتالي الكل يتحمل المسؤولية، نتحملها كأعضاء، نتحملها كقياديين سياسيين في الاختيارات ديالنا، تتحملها كذلك الساكن اللي تتشوف الهضر ديال المال العام ولا تتفاعل بالشكل الجيد، راه تنتكلموا هنا على الملاير ماشي غير هكا. وبالتالي كنت اتمنى الا كان هذا النعاس في البدايه تتكون الدهشه، تتكون البدايه باقي نجرب، ولكن اليوم تندخلوا للسنه الرابعه وتتناقش ميزانيه بهذا البروده وبهذا اللامبالاه وبهذا يعني التشويش على المعارضه وما تيخليهمش يتكلموا، يعني هذه الطريقه هذه لا تشرف. وكما قلت نحن في جهه قلمي مواد نون نكرس للجهويه المتاخره، ولا تتسولوا لك الشان الواد نوني تيتسائل علاش ما كايناش الجهه، فخصو يشوفوا نقل مباشر وتسجيل ديال الجلسات باش يعرفوا علاش الجهه ما كايناش، لان هذا النوع ديال 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 اللي تيكون في الاتفاقيات واللي تيكون في الميزانيات واللي تيكون في النقاش هو اللي تيخرج لنا يعني البطء ولا تواجد ديال الجهه في الساحه الواد نونيه.